مبارك لك، بطولة جديدة وكبيرة، بتمثل لك ايه النهاردة يا كابتن؟ الحمد لله. طبعا زي ما قلت بطولة جديدة، بطولتين في أقل من أسبوع. الحمد لله، طبعا بشكر ربنا وبشكر زمايلي النهاردة على الأداء وعلى النتيجة، والحمد لله على الفوز بالبطولة. أبو ليلى، الهتاف وجمهور الأهلي وبيمثل لك ايه، وبتحاول ترد ده على جمهور الأهلي ازاي؟ لا طبعا هتاف خاص طبعا بيا وبليلى، وببقى مبسوط طبعا لما الجمهور بيندع عليا جوه الملعب، يديني دافع طبعا، ووجودهم طبعا في كل مباراه بيدينا دافع ان احنا نحقق الفوز ونحقق البطولات. اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يكونوا موجودين باعداد كبيره. موسم صعب يعني، ابتدى بنوع من التعثر، الأهلي ولعيبه الأهلي ردت على طول ببطولتين الاتنين اهم من بعض. طبعا يعني انت لما بتخسر بطوله بيبقى عندك دوافع كتير ان انت تحقق مكانها اكتر من بطوله. الحمد لله حققنا بطولتين في اقل من اسبوع، ان شاء الله نبدا نحضر للدوري والبطولات اللي جايه باذن الله. لقطه حلوه منكم ككباتن فريق، وتحديدا الشناوي، ان انتوا يعني اصريتوا ان الكابتن الخطيب يرفع الكاس النهارده بدلكم انتوا ككباتن الفريق، جت منين وبتمثل لكم انتوا ايه ككباتن؟ لا طبعا يعني الكابتن خطيب طبعا اسطوره ورئيس النادي، وعلى طول في ظهرنا وعلى طول بيتكلم معانا وبيجدد لنا الدوافع بتاعتنا ان احنا ما نشبعش من البطولات ونحقق انجازات لينا ولنفسنا ولنادينا. الحمد لله طبعا النهارده بنهدي له البطوله دي، واقل حاجه ان هو يرفع البطوله. شايف الموسم ده ازاي يا كابتن؟ يعني ابتديتوا بطولتين اصعب من بعض، بس اكيد يعني كل سنه بتزداد صعوبه عليك. لا موسم هيبقى صعب طبعا، الحمد لله تعثرنا في الاول بس قدرنا نرجع تاني. ان شاء الله الفتره اللي جايه نقدر ان احنا يبقى عندنا دوافع وان احنا ناخد بطولات اكتر من السنه اللي فاتت. حبيبي يا كابتن.